Watois family, welcome back to the channel, man. It's your boy, Mr. Watois. Today. Hey, yo, skirt, man. Check this out. Yo, we got a video today. It's called Surah Al-Rahman by Chef Mahin Al-Makwili, man. We're about to get into it now. Remember, this is your first time on the channel, and you have not already subscribed. What are you doing, man? Make sure you go ahead and subscribe, man. We are literally the littest family on YouTube, and that's a fact. And also, before we get started, put a like on this video. Remember, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section. Let me know, and I will get to it, man. Let's go ahead and get into this reaction, man. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. What's up, family, man? Get down in the comment section. Let me know what you think about this video. And also, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section. Let me know, and I will get to it. Now, this right here, can somebody get in the comment section? Let me know where this was at. And also, let me know exactly this. My bad, guys. Hold on. It's early in the morning. But right now, man, I'm just trying to figure out exactly this imam right here. Is this somebody that is very popular, especially in the Islamic world? Is he very popular? Because I've been seeing a lot of his videos, and I'm feeling like we should be able to react and watch more of his videos. So we're talking family, get down in the comment section, let me know what y'all think. And also remember, guys, I post videos every day, so remember, if this is your first time on the channel and you have not already subscribed, what are you doing, man? Make sure you guys subscribe and join the Wutwa family. We are literally the latest family on YouTube, and that's a fact. Also, before you get lead the channel, put a like on this video, man. Right now, Wutwa family, I want y'all to get in the comment section and post
post some very, very good links, okay? Right now, I want to make sure that we are getting the word out. I want to make sure that we are bringing everyone together as one, all right, guys? So, anyways, I will see you guys tomorrow. Why? Because I post videos every day, so please take care. Mwah! Stay safe. What?